السلام عليكم خاوتي، ان شاء الله تكونوا كامل لاباس. اللي ما راهش مشترك معنا في القناه يشترك دروك. مولا بكم خاوتي، لايك لايك لايك. متابعينا الكرام، اليوم نادي غرناطة الاسباني وجه صفعه كبيره للمروك، وكيما راكم تشوفوا خاوتي الصوره اللي راها ظاهره قدامكم هي قميص الاحماء الجديد الذي صممته شركه اديداس لنادي غرناطة الاسباني. هذا النادي متابعينا الكرام اعلن اليوم على صفحاته بان قميص الاحماء الجديد للنادي مستوحى من الزليج الجزائري، وكيما راكم تشوفوا خاوتي الان نحن في الانتظار رد وزاره الثقافه المغربيه على هذا القميص الجديد للنادي الاسباني. وكما تعلمون أن وزارة الثقافة المغربية في وقت ماضي قدمت شكوى ضد شركة اديداس بسبب قميص الزليج الجزائري، لكن راه ظهرت شك باللي هذه الشكوى شكوى غبية تسببت في جعل هذا القميص المستوحى من التراث الجزائري مشهور عالميا، حتى أصبحت نوادي كبيرة في الدوري الإسباني تتسابق من أجل تصميمات الزليج الجزائري، ونادي غرناطة اليوم خير دليل على ذلك. طبعا متابعينا الكرام، وكما قلت أنا في انتظار رد، نحن في انتظار رد فعل وزارة الثقافة المغربية، وهل ستقدم شكوى أخرى ضد نادي غرناطة الإسباني حتى تصبح أضحوكة جديدة في العالم.